في الحلقة السابقة من أندرتيل يلو، صاحبنا فلاوي، وأيضا قابلنا شخص غامض ووصلنا إلى سنودن. وفي هذه الحلقة بنروح إلى مكان غريب وبنقابل صحبة جديدة، فالسؤال هنا، هل هم جيدين أم سيئين؟ السلام عليكم، معكم زايد في لعبة أندرتيل يلو. طلع شاب مقطع أندرتيل جاب دعم عجيب، وأيضا آخر فترات شاب المشاهدات مرة مرتفعة، فالصراحة شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. القناة تدريجيا جالسة ترتفع، هذا الشيء يضلج الصدر الحقيقة، شكرا جزيلا لكم. قبل ما نبدأ لا تنسوا صلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد، وخلونا نبدأ. اوكي شباب، رجعنا الى سنودن. يا شوف شباب، اتمنى من هذه اللعبه ان ما تكون نفس دلترون، بحيث ان يكون في تمطيط. ما احب التمطيط، ولا حد يحب التمطيط. اوكي، اتمنى يكون في موازنه. بس الصراحه انا ما ادري شباب، هل اللعبه يعني بتكون جديه؟ ما ادري الصراحه، عيث ما ادري يا اخي. اللعبه ضابطه كل شيء حرفيا. هو هذا شاب الكوفي عشان نسويه حق هذاك ابو لسان. خلونا شاب نروح عنده على السريع. اوكي اوكي، خير وصلت شاب. هذا بعيد مره يا عمي، ولكن يلا شاب نعطيه له كوفي. اوكي هي ماذا ايش؟ الله ما ادري ايش قال، بس اوكي. اوكي هذا الشيء يحرق، احتاج شيء حار، ولكن مو بلا هذه الدرجه حار. وات هي حبيبي، انا ماشي من امتار وتقول لي كذا؟ واو سرعه. لا شاب هذا بخليه لحاله، بخليه عالق للابد. اوكي اتوقع شاب الطريق الوحيد هو اليمين. ايوه هذه يا شاب اللي اول شفناها. اوكي والله ما ادري ايش وضعه هذه. كتبت ان الجسر هذا يعني يزحلق. لا تركض لا تركض، مور لايك اركض يا حبي. الو وات ذا، اركض يا حبي. اوكي جي يا شاطر، هذا وين وداني؟ اوكي قريب الحمد لله. هذه سهله يا اخي، بس انا ما ادري ايش فيني. لك اوكي يلا 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 يلا, يلا, يلا. لا شيمن، هذه سريعه يا اخي مره. شو يا حبيبي، نايس ليتس جو. وات ذا، ايش بعد؟ تري هيكي توبلز حبيبي، فجر البرج الحمخيش هذا. او شيت، ايش الحركه بعد؟ دام حركه عجيبه. او شوتر، ايش الحركات هذه؟ حركات عجيبه يا ريال، ولكن اوكي لا زلت اقاوم. راح اشوف، متشوق لقتال صعب. احس ودي كذا في شيء سانزي، احس ودي كذا في حماس وقتال شرس. اوكي انا شاب مكتوب انه في كوفي بينز، اكيد خذه. وات قال لي كوفي امو طبر، وات هذا يقوي الدفاع. حبيبي انا احس لازم اسوي بعض الاشياء. وضعت الريشه في قبعتك، يعطيك شعور جميل، نايس. او لا شعور بالفخر. اوه هذا الشاب اللي اخذته يزيد شو اسمه، يزيد الاتاك. يلا حطيت هذا، بس وش السالفه؟ يقول اني انا معي سلاح. الحين تقدر تغير الامو، والله شيء عجيب. انا معي سلاح شو اسمه، العاب كذا. اوكي يلا يلا شباب، ابغى قاتل حد، ابغى اشوف السالفه الصراحه. ولكن اوكي شباب، المزيد من الالغاز الجميله والش اللغز بعد. اوه نايس والله، والله نايس. انا احب الالغاز اللي نفس كذا، الالغاز البسيطة والالغاز الكول نوعا ما. اوكي شت، لابد ان في حركة. لا فهمتها، تسوي شيء بعدين تسوي اوب. اوكي لا مو كذا. طيب شباب اعطوني كم دقيقة او ثانية بالاصح. اوكي لازم كذا يعني. اوكي فهمت اهم شيء سويناها. يلا ويلا يا شباب، يبغاني اسويها مرة ثانية، وهذه بالعكس راح تكون اسهل لانها وات ليش وقف؟ برا يوهو، ليش وقف هذا؟ اوكي اخيرا سويناها يا عيال، والان اوبن سيسمي ليتس جو. سبيدران يا حبيبي، ما في اي وقت للمشسم لهذا. اوكي انا قاعد استكشف، ما اتوقع سبيدران كذا، بس خلوني احط هذا هنا يا شباب، لاني ما اتوقع نحتاج، لانه يعطيك صفر ديفنس. وهي فلاويز باك، الله شباب نسيف، وما ادري يمكن في قتال الحين ولا شيء. او شيت، هذه مره ثانيه. اوكي يلا هلو سوري، ما كنت اعرف وين راسي كان. يبدو انك ضايع، هل تدور على طريق؟ تقريبا للاسف خلص المي، لما المي يخلص في لعبه تحتاج ترجمه هذه مشكله. اوكي راح اقول لك سر، انا مو بانفورميشن ما ادري ايش، اعرف المكان هذا بالضبط، ما اضيع ابدا، اقدر اوديك اي مكان تبغاه. انتظر انا راح اخذ ايش شوت. انت بشري صحيح؟ كنت عارف تعرف اني راح القى بشري، انت لازم تكون بشري صحيح؟ صحيح. يبدو انك نفس هذا الشخص اللي في البوستر اللي شفته من قبل، كان عنده قبعه نفسك. او شت، وكان ايضا بشري، اعتقد انه كان من الفضاء. هل في بشريين فضائيين؟ اوكي هل انت مستعد ل رويال جارد؟ اي هذا على اساس انه كنا بفايروس يعني ولا كيف؟ ايوه الحراس الملكيين. ها اتمنى هذا لاني انا متذكره. اوكي هذا ما ادري ايش عنده ولا عنده ولا ولا ايش السالفه. اوكي مارتلت شو اسمه الحارس الملكيه قابلت بشري، استعد. اول بروتوكول نخلك منتبه، خلي عدوك يضرب اول. الحين هذا كان يعني يعبر عن بابايرس صح؟ لانه رويال جارد، بس الفرق ان هذه اوريدي في رويال جارد،
بابا ياس ما كان في الرويال جارد. اوكي يلا ليتس جو يا حبيبي، هذا بوس اتمنى انه يكون. ها يا شاب شوفوا، اذا تبوني حب هذه الشخصيه لازم يعطيني او تعطيني متعه، ما ادري هذا ولا هذه، ما ادري الصراحه، بس افترض انها هذه لان صوتها كانها بنت كذا. يا ساتر الو، وش هذا بعد؟ يا حبيبي يا حبيبي ايش الحركات؟ الو ليتس جو ليتس جو، ابغى زياده زياده، هذا شيء ما يكفي، هذا شيء ما يكفي يا مارتوليتو. ده مش عجيب الصراحه، انا اشوف انه فقط الكتاب ما كنت يا اخي، والله ما ادري ما اعرف صراحه، لكن خلوه. يا صوتر شنو هالحركه بعد؟ وليش الحين صار في ظل كذا؟ ما ادري كيف حبيبي هذا الشيء يشوه المدري ايش. بس والله ديم ديم اتس لوكينج فاير الصراحه، ابغى المزيد المزيد. الو شو هذا حبيبي؟ يا ساتر كل الحركه شاب صعبه شوي الصراحه. يبي الو 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 نايس. بس يا اخي هذا يا اخي الكوفي هذا بس غير الشكل، كمان من ما كنت ابغى هذا الشيء، كنت ابغى شيء مختلف يا حبيبي. والله ديم يا اخي تعال حلو الصراحه كاول بوس لوكس جود. وحبيبي قاعد ينزل لي مارتليتو، قاعد تنزلني يا حبيبي. اوكي 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 نايس. عشان ماذا عن هذه الضربه يا مارتليتو؟ او ماي جاد، بس كان زاد الاس بي ما ادري ايش هذا بعد. تكفى قولي في شيء جديد، انا متطلع للاشياء الجديده يا عيال. يا ساتر يا ساتر يا ساتر شنو هذا؟ وات شو هذا يا حبيبي؟ ام ديد يا عيال، ام ديد ام ديد. الو لازم تعمل ايتم، لا لا منادى. اوكي لانه جدا حامض. حلو سبعه، لا مو حلو يا حبيبي، سبعه اتش بي بس كمان من، مو هذا الشيء اللي نبغاه. يقطع ام القتال ليش كذا يا حبيبي؟ احس القتال نوعا ما ها فيله تحدي صراحه، فيله تحدي. اوكي ما ادري كل الذره هذا، نعم 9 اتش بي نايس. اوكي حلو هذه الحركه نوعا ما ايزي. مان ضربت منها كمان دود مره ثانيه بعد، هذا الشيء مره مكول يا حبيبي. هذه دمها النص هذه السيريس. اوكي مارتليتو اوف ذا اندر جراوند از او وات تتراجع، يعني مفترض انه يكون في طريق افضل صحيح. انا راح ادور شيء، راح القاك مره ثانيه يا البشر الصغير. ولا بشر الصغير قوي هذا الصراحه، بخطه جديده. اوكي لا حلو شباب، احس ان هذه مش من النوع اللي تنرفز، ولا تنرفز والله ما ادري، بس احسها طيبه وحاسه كذا في المنتصف، لا هي تنرفز ولا هي يعني ما تنرفز. اوه واو يا له من يوم، مبروك يا بال، جلت اول حارس ملكي، ولكن ما ادري كيف قدرت تتطور اكثر من منظفه ريشه، لازم اني يعني احترمها. اوكي يقول ان هذا القارب هو مكانك الوحيد عشان تطلع، وات يقول انك راح توصل للهوتلاند كنا بدري. اوكي شباب اتوقع الطريقة الوحيدة انك تتقدم هو في هالقارب، فخلونا نشوف اذا في شيء ثاني نسويه. يبدو انه ما في اي شيء، اتوقع اني راح اروح لهذا بوت. يس يلا شباب نروح للهوتلاند، او يمكن اوه هذا المكان يا شباب نسيت اسمه، بس يعني مكان حلو هذا، وهذا المكان يا اخي اللي اتذكر انه كان يبين لك شويه من القصه. على عارانو يا شباب بس خلونا نشوف. يا ساتر ايش في؟ واو سريع فجاه صار سريع، شو السالفه؟ الو ديم يا رجال، والله المنظر عجيب. واو دود شيء، لا اهنيه صراحه المطور هذا، اهنيه صراحه شيء خرافي. يلا اللي بعده يا سلام سلام حبيبي يا ساتر. الو صار اي طرنا قطنا هيلمن، وش صار يا حبيبي؟ ما اتوقع ان هذا هوتلاند. اوكي ما ادري، يقول انت اخذت شو اسمه ريل ميكس ما ادري ايش ذا. اوكي هي اللي 13 اتش بي. اورايت اوكي احنا وين يا حبيبي؟ لا وش السالفه؟ انا اسف على كل هذا، انا غالبا يعني ها جيد في ان نعرف وين نروح. اكيد الرافت هذا كان فخ بسبب هذاك الحارس، لا يبدو انها راح تكون مشكله الان. مكتوب شيء، يعني طلعت بنت نعم، ولكن انت بعيد من سنودن. اوكي لازم تلقى طريقه لقلعه ازغر، راح اتركها لك، لكن قبل ما تروح لازم اهيلك. اوه ديم صح نسيت ان هذا السيف هي الاب بعد. جميل اوه شاب شوف يقولنا هنا في ماين كارت، شكله لي انطاح هنا صح؟ اوكي يلا شاب ما ادري وين رايحين احنا، ولكن يلا يبدو لي انه مكان جديد، ما ادري مكان يمكن مش في اندرتيل حتى. واو شو هذا بعد؟ الصحاري الكبرى ليتس جو يا حبيبي، احنا في الويست سايد يعني هذا حق ردد. اوكي وايلد ويست، يب وايلد ويست هذا اللي كنت ابغى اقوله. ايم يا المكان والله شكله فله يا ريال. اوكي يلا هالمره عدو جديد دون بود، انا اوريك يا دون بود بالكوفي حقي ابلع. يا اخي الكوفي ما يدمج كثير يا حبيبي، ابغى شيء اقوى. طع 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 بالله عليك ايش هذا؟ ايش تعمل هذا شو؟ وين عايشين؟
وين عايشين يا دون بد؟ ايش الحركات السخيفة؟ والله عليه حركات هذا. قول سير ولي بشير ولي. يلا روح. ولا انا اشوف ليفل 7 واضح اني عنيف جدا انا. اوكي يا اخي كمان كيف هذا الجست اخذه؟ صبر هذا من تحت جيله. اوكي ايوه نسجي ليتس جو. وات طلع انه هذا الصندوق اللي حق هذا. يلا ما في اللي نحط هذا الامو اللي هنا. اوكي يلا شاف في مكسرات خذها. هي لك ل10 بس كمان ابغى دمج يا حبيبي. اوكي واو شاب يقول لي اليرت في علامه تحذير قدامك. انت وانت ايش بتقول انت؟ تحذير علامه خطر قدامك. تحذير عاصفه رمليه. عاصفه رمليه ايش انت مجنون انت؟ شو مين اللي كتب هذا؟ مين هذا التافح اللي سوى الشيء؟ الو اوكي جي طلع فعلا عاصفه رمليه لكن مين يهتم؟ اوكي وش السالفه الحين؟ يرجعني صار من البدايه يا ابك تحس. لازم اوكي تيك كفر. اوكي انا اسف يا الشخص اللي هذا طلع فعلا لازم انتبه تاخذ كفر ولا راح تموت. وش هذا الشاب في علامه اكس تحت؟ اوكي يلا شاب انا عند الحين. قول انا ما راح اسوي اي شيء سس. تاكد ما راح تفجر هالمكان ولا شيء. قول ما في كنز ورا هالجدار لا تخوني. ما عليك مصدقك. ايوه بس شلون الحين كيف افجر المكان؟ اوكي هذا الشاب يقول لي انتظر لل شو اسمه انتظر العاصفه تخلص عشان يبدا يسوي شغل. طبعا والله ما ادري شاب بنشوف وضعه بعدين بس حاليا ما ادري راح اروح مكان جديد. اوكي خير خلصنا من هالجزئيه. يلا شاب الحين في اكثر من طريق. خلونا شاب نروح يمين لان يمين درب الغانمين والكل يعرف. والتفسير سليذر اجين سليذر كل شيء اسمه سليذر. شو يا ساتر وش الحركه هذه؟ ول ايوه شو السالفه؟ شنو هذا بعد؟ بس كذا يا ساتر. اوكي هذا كان نفس كراش شو يا عمي. والله ما ادري بس انه في جسر. اوكي على الفاضي حبيبي لعبتي. الو اوكي جيجي حبيبي لعبتي ايزي يا ريال. شكله يا عمي اسمه كاكتوني. وطف يفر قلم الكلب. لا 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 تحسبني اني راح احس بالذنب عشانك زعلت وعطيتني وجه زعلان احس بالذنب. لا بقتلك وبادعسك وباستمتع بقتلك بعد. ايوه وطف طع شكله هذا. اوكي شاب يقول لي اخذت حجر. خذ حجر نعم. كل هذا يزيد الاتاك لي 9. ليتس جو اخيرا شيء يزيد الاتاك. يوز يا حبيبي. اوه تقدر الحين تولع شو اسمه نيران. حماس الوضع حماس. ابغى اولع نيران في الاعداء. اوكي والله ما ادري هنا اخذت ايش. استيل بيلت ما ادري ايش. يدي الارمور يسع. ليتس جو استعمله يا حبيبي. والله شوف حس المكان هذا كبير نوعا ما. ممكن تعطيني البكاكس حقك ولا؟ واضح انه ما يبغى. بسم الله طع شكله يا عمي. هذا يذكرني بحق دورز هذاك عرفته؟ حرفيا هذا هو نفسه. اوكي هنا شوف اقدر اصلح الاليفيتر لكن ما عندي شيء اقدر اصلحه فيه. لكن الحين لازم اجيب ايتم معين. دام كذا خلونا نروح فوق يا شباب. ايوه اوكي فوق شكله هو المفروض المكان اللي اروح له صح؟ وات ذا واي اتس مو ويلكم مو. يا ساتر ايش هذا ايش قاعد تسوي؟ اوكي لازم يعطينا هذه الجاه. نعم هذا صحيح انهم مو لونج تايم نو سي. كيف حالك؟ لا تجيب ما اتوقع ان عندنا الوقت. انا هنا عشان اعطيك براند نيو اوفر. يا ساتر ايش هذا بعد؟ انه يدعى مياه. يا ما كنت اعرف الصراحه. تبغى اسمه حبه؟ نعم نحتاج مياه الصراحه في هذا الوقت. ايوه ايش صار بعد؟ وات؟ الو انتظر لحظه. وش السالفه يا مو؟ الجهاز ما وات ايش السالفه؟ اذا تعرف انت مو انت لازم تعرف اني انا خططت له كل هذا. هذا هو البرودكت حقي ايس تي. ليتس جو. هذا اللي نبغاه من اول انه تكمله للمياه وافضل بكثير. لا اتفق معك لكنه حلو مناسب لهذا الجو. اوكي طبعا شباب يسولف كثير خلاص والله ما ابغى اقرا زياده ولكن ناخذ ايس تي يا شباب ليش لا؟ بس كذا ما في اشياء زياده يعني؟ تعملنا كل شيء ب 20 درهم يا شباب. خلونا نجيب شاي اخضر بعد. شنو المشكله يا اخي؟ ما عندي اشياء زياده الحين. صبر طلع هذا اللي سبب الساند ستورم. ترنت اكيد ترنت اوف. اوكي اخيرا طفيت يا عيال. الحين شباب ارجع لهذاك علامه الاكس صح؟ لانه قال ما راح يسوي شغله الا لما يوقف. يلا خلونا نشوف يا عيال. تعال يا المجرم وينك يا المجرم؟ صح خلونا نجرب السلاح الجديد يا عيال. وليه؟ شنو؟ دهيم يا رجال. لا حلو احب هالشيء صراحه. توقعته بس بيتغير اللون لكن دمجته دمج لذيذ. شوفوا والله هذه احسها صعبه هذه بس لو ضبطها كله الدمج قوي مره. اوكي يلا ممكن تفجر. انا انتظر لها. وات حبيبي خلاص اوريدي طفيته. افا توقعت هنا المكان. انا كنت لازم اكلم هذا الشخص اقول له يروح للاليفيتر يصلحه. اوكي راح يقول لي يعطيني شو اسمه البيكاكس ولكن اول شيء يفوز بلعبه. اوكي واو يقول لي يلا مين شو اسمه مين العالم الملكي الان اللي عرفه الفس يعني في اندرتيل. صور الفس يعني فلاوي قالت ازغور يعني ما في تغيير يعني الفس كوركت يب. اكل الوحوش مصنوع من ايش يعني؟ وات ذا هيل على زون
ولا وصفات. اوكي جيجي غلط. وات فحنا ما اقدر اكلم زياده. وات هذا يتكلم صوت محاولة واحدة ولا ايش؟ اوه سلامات يا اخوي، هذا مش مخليني. اوه عطني البيكاكش الكلب. واو ما اقدر اكلم هذا انزين. يا ليل يقول عطني البيكاكش حقك ب 30 درهم يا كمان يا اخي. نوي اذا ما اقدر اساعدك. خرع علي هذا يا اخي. ولكن يا شباب بطيح هذه الريشه اللي ما منها فايده. والان يلا عطني. حلو خير ان شاء الله صار عندي بيكاكس. راح اقدر اصلحها. اوكي ايوه نايس. صلحت الاليفيتر. البيكاكس انكسر ما حد يهتم. بس اوكي هذا دخل معاي. وات ذا هيل. ايش تبي انت يا حبيبي؟ اطلع مكاني حيوه حقي هذا يا ابو الشباب. اقلع هذا ايش فيه متوتر يا عمي. خلاص صلحنا الاليفيتر ترى. وش ولا هنا شوف احنا وين رايحين الان حبيبي. لين متى؟ اخيرا طولنا نوعا ما. يا ساتر شو السرعه هذه ول. يلا شباب خلونا نمشي في هذا الكهف الغريب او في الماين شافت. وات ذا باول. عجيب شكله الصراحه. كاني شفت هذه الحركه من قبل، لكن الحين في اشواك وملاعق واشياء. نايس. هات اللي بعده يا حبيبي. اوكي يلا شباب واضح ان هذا لغز. بسيطه يا ريال. سوي كذا عشان هذا المثلث يروح هنا، بعد نسوي شي عشان هذا يروح هنا، ونسوي شي ولا لا ما نسوي شي. شو السالفه؟ ولا الا نسوي شي. واجيجي ايزي. يلا اللي بعده يا حبيبي. وهنا في جاكيت طبعا خذه. والله يا ساتر كوشن فولينج روكس. ما كنت اعرف انه فولينج روكس صراحه. يا حبيبي ايش هذا؟ الو ولا الحين شاب ان هذا كلوفر سريع جدا. الو والله كان بيجي علي يا ريال. بس سبيد ران يا حبيبي. ايش هذا حبيبي؟ ايش شكله؟ شق الارض اسمه انجي. وات. اوكي يلا شباب الحين راح نسوي اكشن. شو اسمه؟ ريزدنت ايفل لاوي يا عيال. ليتس جو يا حبيبي. يلا ليتس جو. احس ان شباب قريبين خلص هالمكان ولا ايه؟ شو هالمكان العجيب؟ الكثير من الجيمز اليلو كاندرتيل يلو. حلوه. السؤال ليش سماها اندرتيل يلو؟ ليش مثلا مش اندرتيل جرين، اندرتيل بيربل، اي شيء؟ راح نعرف الا لما نخلص اللعبه اتوقع. وهذا شاب الحين صار فرحان، يقول ايوه شكرا عشانك انقذتني. ابد ما سوينا الا الواجب. يا ساتر ايش اللغز هذا ول. ولا زال بسيط، هذا اهم شيء. اوكي يلا شباب مفترض انه خلاص حليناه. يلا نكمل الطريق. اوكي ما ادري ايش السالفه شباب، في اليفيتر خربان. او لا مو اليفيتر هذا. ما ادري ايش هذا بعد منطد. اوكي وشكله روحنا منطقه جديده يا عيال. هاودي وش هالمكان بعد يا فلاوي؟ هذا اندر جراوند. الاندر جراوند على تنظر الى هذا. اقدر اشوف قلعه الملك من هنا. هه ازغر. الوحوش دائما يمدحونه انه يخبرونه يعني وحش بوس. يلا شباب بس كان يبلغني ان ازغر ما ادري اتوقع ما يموت شيء كذا. كنا نعرف ايش سوينا فيه في اندرتيل، جلدناه جلد. لا اله شوفوا كيف المكان يلو اصفر، في شيء اصفر. ليش اصفر انزين؟ اوكي خلونا شباب نكمل. يلا ويلسي ويلسي وش بيصير. ايوه ايش في بعد؟ وات مين هذا بعد؟ بولت البايلادور حبيبي كان ايرون مان. اوكي لازم تثبت نفسي انك انت عندك اللي تاخذه، تاخذه انك تعيش حياه ما ادري وشو. انا اتحداك للرقص. وات؟ رقص وش يا حبيبي؟ خلنا نتعارك. يا ساتر اوكي يلا شباب. الحين هذا شو كان يعبر عن ميتاتون ولا ايش؟ ياب واضح انه نفس ميتاتون. اوكي يلا 1 2 اند يلا ليتس جو. وات؟ لازم اضغط هذا يا حبيبي. الو خويبه الدمج ايش هذا؟ دمج خارق يا عيال. اوكي هذا شكله صعب يا شباب. شنو انا ادمج مره كثير؟ لك شوفوا كيف دمه نص يا ريال. حبيبي بقتله هذا وقبل ما يسوي اي شيء قوي. وبوم قتلناه. معقوله بس كذا؟ ولا اكيد بتحول الحين صح؟ مستحيل كذا، لابد اني خليتك معصب. انا اسف اذا سويتها. انا جلدت بقوه. ها حسنا اعتقد انه وقت اني اروح، ولكن هذا مفاجئ. على الاقل قدرت ارقص الى العالم وصح انا اصور فايا. استمتعت قوه الرقص. وات ايش هذا؟ معقوله بس كذا؟ واو دود ما قدم ربع تحدي حتى. اوكي ايش هذا؟ شنطه ما ادري ايش بعديه شيء كذا. وش السالفه؟ اقدر الحين. اوكي والله نايس. هلا مره نايس. ولكن يلا شباب نقدر نروح للاعلى زياده او للاسفل بالاصح. وات ذا فيك انا رجعنا نفس المكان بس المره لا بطريقه مختلفه. اوكي يلا شباب الحين جت هذيك ما ادري مين. ريلي ايوه هذه جت اخيرا. لا تهجم علي اقدر اشرح لك ليش انا هنا. قلت راح ادورك مره ثانيه صحيح؟ حسن بعد قتالنا شفتك تسرق الرافت حقي. اوكي لكن ما راح اخليها يعني هذا تجاه. انا هجمت عليك انت يعني ها كسرت شيء انا احبه. اوكي لازم تتبع الكتاب لما تعامل مع البشر والاشياء. او نعم انا اكره اني اناديك بشري. ما هو اسمك الحقيقي؟ يلا كلوفر. تقريبا بس كذا اقدر اختار. قالوا من اسم يعني مميز يعجبني.
اذا يا كلوفر هذا طلب كبير لكن احتاج شو اسمه اساعدك. اوكي شاوي متوهق الحين لانه يعني ها قدرت اهرب من سنودن فما ادري تقول انه الحين في مشكله شيء كذا ولكن ما ادري راح اقول له اوكي يلا يا شاطر المره بتكون معي وطل دام يا رجال حركات دلترون هذه صح والله المكان يا عمي واضح انه مره كبير اوكي هذه شو كنا قلعه شو اسمه كنا قلعه ساند لكن اوكي يلا شعب طلعنا منها بسرعه وهذا وطه في بلك الطريق ايش اللي باثس بلوكت انا اقدر اقاتل المشكله ايوه شباب لاحظ ان الحين فلاوي ما تطلع هذا يعني شيء واحد ان هذا عباره عن خيال اوكي ياخذ تقول لي تبى درهم عشان تفر هنا تقول انه تتمنى ان كلوفر هذا انه يرجع بيت مسالم دام ولكن اوكي شباب جالس الطريق هذا يمتد بشكل طويل يعني اوكي يلا شو اتوقع ان في حد جاي ايوه السؤال هنا مين ازغر ولا مين هذا بعد او هذه سمكه هذه عن داينا اوكي جايز لوكي هير حد جاء بلدتنا او شت الافضل ان هذا ما يكون نكته اخرى يا ساتر وش ذا وش ذا بعد مره واحده لا يبدو ان هذا يا حبي الو كم واحد وات هي سترينجرز او هلو احنا فقط يعني جالسين نعدي ما نسبب اذيه ابدا هذا اخر شخص قاله بنشوف اذا هو مع الرياح ولا لا يا شاطر تقول لي في قتال اوكي كان يمزح يا عيال هذا لا 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 ما كان مضحك يا ادوارد خبرك ان احنا تمام يعني عشان نكون حولك ما تقدر انت ما ادري ايش ايش انتوا اثنين تبون تخوفون كل وحش تقابلوه على الاقل موتش ما يعدي ما ادري ايش ابدا حاسس انه كان جيد ان اقابلكم انتوا الاربعه ولكن لازم نروح ايوه انتظري هنا يا ميسي وش السؤال في بعد واحد شو اسمه خامس يا شاطر وش هذا وايلد ويست الان وش هو الان هذه ليس طريقه انك تقابل ال 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 هذا ال هذا المضيفين مضيفين ايش الضيوف اسمي نورث ستار انا اللي ادير هذه البلده ليس وحدي طبعا هذول الوحوش اللي هنا يعني هم اصدقائي جميعا نحن اوكي بيعطينا الحين بولز ولا شاذ بعد دافيستي 5 دام اسمنا يعبر عن اوكي فيرلسنس اكسلنس اوكي جي جي انتويشن دام يلا اللي بعده سنيكينس وات في بعد تفر يا حبيبي كم مره دفنس يلا يوثفلنس جاستس هذا يبالي سنه عشان اترجمها بس اوكي شو السالفه الجي يعني سايلنت على كل حال بما ان قدمنا نفسنا انا سعيد اني يعني ها اعطيك تور هل هو بشري يعني نعم ما راح اقول لا كنت عارف مستحيل ان في شك في عقلي ان هذا الشخص حقيقي يعني ما ادري ايش لازم على هذا لازم اخذ هذه الفرصه اوكي ايد عطني هذا الشخص وطل شو اللي عطني اياه يا ساتر شوف كيف مسكه يا عمي انتظر ماذا تفعلون بكلوفر يا حبيبي بيخطفوني ولا ايش كلوفر أليس كذلك هذا يعني اسم عجيب عشان أجاوب عليك يا فيذرز كلوفر وأنا عندنا بلدة نديرها يا حبيب مين قالك أبغى أدير معاك لا تو فيذرز مي أنت تتكلم مع مارتلث الحارس الملكية أقدر وأيضا راح أبلغ عنك للملك أزغور أنت حارس ملكية هذا مضحك لا أشوف أي شيء يعبر عن هذا أوكي طلعت مو حارس ملكية شكله ما في أي درع سلاح أو حتى شعار أنا كله تركته في البوست في سنودن أوكي توقع أنه تكذب رجاء لا تحاولين تخادعينا انه صحيح انا اسف على حياله هذا لكن البزنس هو بزنس راح نكون الفيستي الستة هالمرة بعد يبون يخلوني انضم لا شكرا ما ابغى مكتوب اسمه ويلكم تو ذا وايلد ايست مش ويست نايس ويلا شباب سرقوني هذولا يا حبيبي ايش هذا جراولرز اوف ايس ووتر فور ذا هاوس مدري ايش عندي اعلان عشان اقوله اني انا اول بشر يعني ولا وش يا شاطر ايش هذا حبيبي ايش قاعدين يسوون؟ هذا الشخص الصغير هو كلوفر. ايوه. اي ستار ماذا تفعل؟ جيب بشري هنا. بيرو بارس شش شو كذا؟ اوكي اعرف ايش اللي تفكر فيه ولكن تثقي فيني كلوفر هنا ولا ليس يعني حق مشاكل يعرف ايش قاعد يسوي انظر الى هذا القبعه. وات يضحكون علي هذول ولا ايش؟ عشان هذا ممكن يكون ممتع. دينا اضربيني وات او لا يعني هيت مي لكن بطريقه مختلفه عشان ما في مدري ايش من الجمهور احم ليديز اند جنتل مونسترز دام كلوفر هو بشري اوكي شو السالفه هذا ايش وضعهم هذول ليش يضحكون اعرف اشياء محمسه نعم والان راح اخلي كلوفر يقول لكم عن حياته وات ولكن انا كنت قاعد ادرس انا يعني ها عارف وضع البشر اذا ما تعرفون
او جيد. هذا نحن ذا بالطبع. يا هذا شيء اللي بيعجبني الصراحه، ما ادري حاسه كذا فله. تعرفون ان البشر يستعملون الوحوش عشان يتنقلون؟ وبعد صح للاسف يعني. ايوه شو السالفه؟ انه حقيقي، وحوش ذو 4 أقدام. قول لي كلوفر ان هذا مش وحوش، هذه حيوانات يضعون مقعد فوقهم ويسوون كل شيء. انها تدعى احصنه يا ستار. جي. اوكي حلو، طلعوا فيه فاهمين يعني. اذا تعرفين احدهم شخصيا، هذا جميل. اوكي هذا واضح انه مستاء منه. ايضا تعرفون ان البشريين فاير بروف، وات يعني ما يجيهم نار كذا. لما يحسون بالانجاز يسوقون جسم الوحوش. هيوج والله، ما ادري ما فهمت ايش قال. دائره ناريه توقع، اذا الوحوش تحترق صحيح. اغلب الوحوش ليس هنا فاير بروف. دار، هل انت تقول ان اصدقائي الاحصنه قتلوا بسبب دائره ناريه؟ لا ام حسنا، انا مو متاكد. راح اسال كلوفر، على الوحوش تموت او شت؟ هو فيزعل علي لو قلت له يس، ولكن راح اقول له اترين كلنا واحد فاير بروف. يا اخي والله شخص تعبت يا عم، والله كلام كثير يا اخي. نركز على الاشياء المهمه فقط. اوكي هذا شاب بس قال لي شو اسمه، كلمني لما تكون مستعد عشان تبدا التدريب شيء كذا. ما ادري تدريب وش صراحه، بس اتوقع حاليا احتاج سيف. خلاص طولنا في الحلقه يا شباب، وعشني تعبت جدا مع اني ما ترجمت كثير، لكن خلاص. ولكن يلا اشوف. اوكي يلا، انت هنا يا البشري، هل انت تمام؟ نعم حقا حسنا. اذا انا اسف عشان ستار، اشياء حق ستار، انه حقا هو يعني يحب ثقافه البشريين وكذا. لا احس هذا ستار بيعجبني لحد الان، احسه هو الشخصيه اللي كذا كول ما ادري كيف. انت توصل هنا وها ينقلب تماما، يعني انه شيء غريب. شويه من البشر جو للاندر جراوند قبل، ولكن ما يعني وصلوا للصحاري. اسمي كيروبا، انا صديقه ستار، ولكن لست جزء من فريقه اتوقع شيء كذا. انهم ايضا ما ادري شو وش وضعهم لذوقي. اقدر اسال عنك؟ اسمك كلوفر. يب، اهلا بك الى السفليه يا كلوفر. لبسك عجيب بعد لازم اقول، ولكن ما راح اضغطك في هذه المساله. اخاف ان ستار راح يوديك لافعال كثيره. ابد ان عندك اماكن كثيره تروحها صحيح؟ القلعه، الحاجز، اتوقع انك تبغى تروح البيت. اذا اكون صريحه ما شفت ستار يعني بهذا النشاط من وقت. اعتقد انك لازم يعني ها تخليه يستمتع. اوكي شاو، الحين اللعبه بدات تصيدني. اوكي يا اخي ما ابغى يجي لحظه بحيث اني اقاتله وما ادري كيف، يعني ما ابغى اقاتله صراحه. احسه طيب يا اخي، ابغى اسوي له سبير، غالبا راح يخليك تروح يعني بعدين. حسنا حظا موفقا يا كلوفر. اوكي لا لا الحين شاب يعني ها الوضع بدا يصير حلو الصراحه. اخيرا على الاقل تعلقت في شخصيه ولو شوي. وتفطع شكله. شوف ايش لابسه هذه. هاودي، يبدو ان ترحيبي يعني ها وصل لك. عجبك القبعة؟ انه زي هذا المكان جدا كبير، لذا يعني ها تركت هذا الشيء عشان اكون آمنة. انت انفصلت من مارتلت، هو شيء يعني محظوظ، ولكن اتمنى ان هذا الشخص اللي اسمه ستار ما يطول عليك. ورانا شغل كثير مع ستار في الحلقة الجاية، غالبا راح نشتغل كثير عنده. يب، عموما شباب في الحلقة الجاية ما ادري ايش راح يصير، ولكن اتمنى ان تصير احداث حلوة. وهنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم لا تنسوا اللايك، والى اللقاء.